الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. طبعا اليوم إن شاء الله بنكون في المشروع الثاني للـ GIS اللي هو المتطلب إنه مدينة ليلية مع مدينة واقعية مع مدينة إنيميشن. طبعا من 3 مشروعات مستقلة، لكن أنا بسويهم في مشروع واحد متكامل يجمع كل المتطلبات. طبعا المدينة الواقعية زي ما بنيناها المرة الأولى، أنا قد طبعا خلصت تبنيها، كان المتطلبات فيها اللي هي المباني و الباك لايت لاير اللي هي هنستخدمها على أساس نعمل الطبقة الليلية، والهاير نايت لاير برضه أيضا طبعا الطبقة الليلية على أساس نحيط المدينة كامل بظلام، والسايد نايت افكت ضروري الطبقة الليلية على أساس تكون محاطة من كل الجهات بظلام. طيب الآن أنا قد بدأت رسمت وأسقطت البيوت وعملت كل حاجة، باقي معانا الآن بس كيف نعمل اللي هي الطبقة الليلية. بننتقل بعد شوية للأرك سين وبنشوف كيف بنعمل الطبقة الليلية، وبنضيف طبعا سيارة نسوي عليها أنيميشن اللي تتحرك. طيب بنخلي السيارات طبعا تتحرك بشكل اوتوماتيكي، و اللي هي الانيميشن بنستخدم طبعا طبقة تراك واحدة وعدة لايرات سيارات. يعني الآن زي ما انتم شايفين هنا في عندنا 4 سيارات، كل سيارة طبقة متكاملة. طيب الآن تبقى معانا رسم الحدود الخارجية اللي هي اللي هو السايت سنايك افكت. نجي لهنا نرسمه، نضيف السيمبل، طبعا بنختارها في الأركان لأنه بنحتاج نرفعها بشكل أسبوعي على أساس تقييم المدينة كاملة. نقطة البداية بنخليها هنا لأنه بنخليه يكتب المدينة على أساس تكون المدينة واضحة معانا. طيب الآن زي ما أنتم شايفين هذه الطرقات الفرعية داخل المنطقة، وهذه المربعات اللي بالرمادي المربعات السكنية. المباني زي ما تشوفوا كل مبنى ملون، وعملنا هنا عدة مباني عدة لايرات على أساس في مباني عندنا من دور واحد، في مباني من دورين، في مباني 4 أدوار، على حسب كل مبنى بنحوله إلى 3D بحجمه الطبيعي. طيب الآن بيتبقى معانا رسم المسار للسيارات على أساس نضيف لها على أساس تخلي السيارات تتحرك في مسارات مختلفة. فنجي إلى هنا ونضيف معانا التراك لاير اللي هو المسار والسيارة. طيب الآن بنضيف السيمبل فوق التراك، بنرسم عدة تراكات على ماشي. طبعا تراك لاير غلطت هنا أنا وعملتها نقطة، فبنحذفها ونضيفها مرة. طبعا اضافت معنا اوتوماتيكيا، فبنجي بس نضيف السيمبل بتاعها. الآن نحدد المسارات اللي نشتري السيارة تسير فيها. بالنسبة للسيارة الأولى بنخليها في الفلاتين إلى هنا،
Con Tamam, 4 saat önce yarat الآن دخلنا على بعض تراكات السيارات الأربعة. نأخذ السيارة الأولى، نضيف السيمبل السيارات طبعا. ممكن نضيف يمكن سيمبل واحد والثاني سيمبل واحد كلها سيارة واحد. الآن بنحفظ المشروع ك layers وبننتقل إلى ArcSense على أساس نبدأ نضيف الأنيميشن والحركة. نجي الآن نضيف الملفات اللي معنا الفاتحة. أولا طبعا بنضيف طبقة السيارات واللي هي التراك على أساس نختار أول مرة نعمل الحركات وعاد المشروع. ترى
في مشكلة من الآن، مش راضي يغير الأشكال بشكل ما. تدوير الشركة على أكثر منطلق على الطريق. الآن نبدأ بإضافة الحركات. نحدد الآن على المستوى الأول من الظاهر أمامك. نختار كاربورد. نختار الطريق الثاني. نختار الأنفاس، نختار السيارة الثانية اللي هي بتكون رقم واحد، السيارة الثالثة بتكون رقم اثنين، السيارة رقم اثنين، السيارة الأخيرة فقط في رقم الشهر، كان المفروض نختار هنا رقم 3. مش مشكلة، هو البرنامج بقى كله هنا في نفس الآن. نضيف باقي اللاير اللي معانا اللي هي بلوك. ضفنا بلوك نجرب الأنيميشن نشوف إذا كان اشتغل معانا تمام. سيارة واحدة اللي تحركت معانا هنا، السيارة الزرقاء فقط. نعيد
أنا ماشي من جديد. أقوم بمسح الأنيميشن أول شيء عن طريق كلير أنيميشن، الآن أعيد تحديث من جديد. هذه بتكون معنا السيارة رقم هنا بتكون معنا السيارة رقم 1. السيارة رقم 2. التراك بيكون معنا السيارة رقم 4، التراك الأخير بيكون معنا السيارة رقم 1. سيارتين تحركت معنا. في خطأ. نجرب نغير أشكال السيارة بس ما أستخدم. تمام، السيارة رقم 1. هذه
yarım kalmak. Hepimiz sayfalı. طبعا الانيميشن الحركة ما بيتم إلا في الارك سنس. نشوف حل المشكلة هذه نتوقع الارك سنس نشوف تعرفت غلط ما عملت إلا عملت اختيارتين من نفس اللاعب أنا من أما الأخير اللي ما ضفناش اللي بيكون الآن إن شاء الله معنا كل السيارات جاهزة كل واحدة من نوعين حدد التراك الأول موبيلار تراك واحد تراك الثاني موبيلار كار نمبر وان تراك الثالث موبيلار كار نمبر 3 تراك الأخير كار نمبر شكرا لكم طبعا قبل بس نلاحظ أن السيارات تسير في مسار تقريبا خارج الخط والسبب لإضافة الحركات في عندنا هذا الخيار اللي هو Simplification Factor لازم يكون له طيب الآن هنا كار 4 وهنا كار 1 وهنا يكون معنا كار 3 هنا كارتو نشوف الآن
مرحلة السيارتين فقط اللي بيمشوا بشكل مستقيم، فنحتاج اتجاه. إذا انشغلت من هنا الجزء الأول من الصفحات، أخليك كده لن نضيف باقي البيانات على بس نكمل التعديل الثاني. نخلي المدينة ليبيا ونضيف عليها البنايات في الأول. أوكي طبعا الآن إحنا عندنا طبقتين ليبيا زي ما قلنا، الأرض والارتفاع. بنرفع الطاولة ونستخدم نرفع هذه الطبقة اللي هي تكون على افتراض أنها السماء، سماء المدينة أو المدينة. بنعكس، خلي الأرض سماء والسماء طبعا نفس الخطأ اللي ارتكبناه الأول. الطبقة العليا الطبقة السفلى مرسومة على أنها طبقة واحدة سفلى فقط. إذا نرجع للأركناب على أساس طبعا الأخطاء هذه بخليها في الفيديو على أساس الطريقة
Dan weet ik dat ik kan werken. طبعا هذا الخيار لرفع الطبقة كامل بدون إضافة مؤثرات عليها. الآن بكون أنا هنا كرار، وهذه على أساس أنها السنة. إذا نجي الآن إلى السايت نايت إفكت، أغيرها إلى اللون الأسود. نضيف لها سيكون ألف نفس الرقم على أساس الطلبة. الآن كده أصبحت المدينة السنة في البيت. الآن نبدأ الطريقة الثالثة الأخيرة على الآن نرفع البيوت أو الهيئة السيدي إلى السنة المعاشة. ماذا يكون معانا بالإحساس الشيء؟ ماذا يكون معانا بالإحساس؟ 30 يعني الأرقام هذه مستوى تناسب على حسب المنطقة اللي معك. المدينة اللي معك تشوف كم ارتفاع المباني وتبدأ تحطها على هذا الأساس. 10 على أساس تستخدم على دور 20 دورين وهكذا. طبعا في عندنا هاي المشكلة دائما ما تتكرر وتظهر لي تكسر الألوان وبعض الظروف بعض الأشياء. أعتقد غالبا أنها ما تكون بسبب الطبقات الأرضية. عندنا خطأ في الرسم دوري. نريد التأثيرات
أنا تكسر الرسوم دايما ما يظهر معي هذه المشكلة بسبب الطبقة اللي في الأسفل دايما ما تظهر هذه المشكلة، فأنا علشان أتجنب هذه المشكلة أسوي بالرسام خلفية سوداء على خلف الصورة ولا تسببش هذه المشكلة. أنا بنتظر إلى إعادة تشغيل السكتش أب على أساس تظهر معنا الصورة اللي بنشوفها في الخلفية، يعني زي ما قلت قبل كده صورة الخلفية المرسومة بالبوليجون دايما ما تظهر معانا هذه المشكلة اللي هي تكسر الرسم. إيش السبب؟ ما قد قلت لهاش حل، فبنستغني عن الحل بيكون صورة سوداء للأسفل. إلى الأرك ماب على أساس نشوف الصورة ونحددها في الأسفل. الصورة
طريقة. المهم هذه أكثر أيام أنشر، طبعا ممكن نستغني عن هذه. ذهبنا في هذا الشكل، صرنا على مدينة ليلية في نفس الوقت. طيب تقريبا هذا كل شيء في المشروع اليوم، إذا في أي مشكلة تقدر تصلحها في المجموعة، وإن شاء الله بنشوف لها حل.